طيب آخر بارت بعد الشابتر حنحكي على الديزاين اوف سيرفو سيستمز. مثل ما حكينا مقصدنا بالديزاين اوف سيرفو سيستم يعني اي سيستم ذات تراك اي سيرتن ريفرنس ديزايند ريفرنس، يعني بدي اياه يمشي بفيلوستي معينه، بدي يمشي يروح على بوزيشن معينه، بدي اتحكم بالسيستم يوصل لتمبرتشر معينه اتسترا شو ما كان وات. طيب فإذا خلينا نبلش نقول if we introduce a constant reference and disturbance to the system. يعني خلينا نقول السيستم equation هي x dot is equal to x plus bu plus b prime d مثل العادي y equal cx d disturbance input. فإذا the objective is to find a control law مش to stabilize the system بس مثل ما كنا عم نعمل لحد هلا. يعني u is equal minus kx بس stabilization للسيستم تتحكم بسرعة ال convergence للزيرو etc. بس بدنا نتحكم بالسيستم to let y of t output track a constant reference r او y r مثل ما بدكم even in the presence of a constant disturbance d. اول حاله هنشتغل انه constant reference with disturbance هيتهم constant، يبقى نخلي ال y of t تلحق ال r اللي هي الريفرنس even in the presence of constant disturbance. فالكنترول اللي بدنا نشتغل عليه هو u is equal minus kx plus e. الاي هو الترم اللي بدنا نزيده على الماينس kx. فاذا الترم minus kx شغلته يعمل stabilization للسيستم بالسرعه اللي بدنا اياها، والاي هو شغلته يخليه يوصل للرفرنس اللي بدنا اياها ويعمل cancellation للdisturbance. اوكي هيدي هي الفكره. طيب فاذا اول شغله الكلوزد لوب سيستم بعد ما ندخل هيدا الكنترول بصير u is equal a x dot is equal a minus bkx plus be plus b prime d والy is equal cx. فاذا الزيرو ستيدي ستيت ايرور اللي بدنا اياها is when y of t minus r of t goes to zero. هيدا الاوبجيكتيف اللي احنا بدنا اياه، وال r of t هي r هي constant وال d of t هي d constant حنعتبر اثنينات. اوكي طيب اذا رحنا هلا على مشتغل بالكونتينيوس تايم سيستم فبالستيدي ستيت يفترض كل شيء ديريفاتيف يصير زيرو والواي اوف انفينيتي بتصير ار، هيك بدنا اياه. يعني الاكس دوت انفينيتي لما يعني وين تي جوز تو انفينيتي بتصير زيرو لانه كل شيء ديريفاتيف صرنا بالستيدي ستيت يعني ما عادش يتغير. الديريفاتيف سكند اوردر ديريفاتيف كله بيكون زيرو. فاذا الاكس دوت هي زيرو فهيدي بتساوي a minus bk x infinity يعني plus be plus b prime d وال y infinity اللي هي الفاليو الاخيره بدنا اياها تكون بتساوي الريفرنس r. طيب من اول equation فيها نطلع ال x شو بتساوي. فال x بتساوي هي هيدي بالماتريكس calculation بتصير هيك، فاذا بال r شو بتطلع معنا هي is equal نضرب ال x اللي طلعت معنا ب c وبنعمل expand لهاي فبتطلع r هي minus c كل هاي الماتريكس. وبالتالي اذا انا بدي السيستم if I want to track a constant reference okay and to reject the disturbance فانا بدي حط ال e بشكل تسفر هيدي البارت اللي لها علاقه بال e بال e وبال d. اوكي انا بدي خلي اوصل للواي تكون بتساوي الار. فانا اذا حطيت الاي اللي انا عندي اياه بشكل هي هيك هيدي الماتريكس اللي بنسميها ام ماتريكس الزرقاء ملتبلايد بار ريفرنس بلس ان ماتريكس ملتبلايد بدي. اوكي هيدي الان ماتريكس كلها بهالشكل فيها اقول انه الكنترول بصير يو از ايكوال ماينس كي اكس بلس ام ار بلس ان دي. فهيدي بتصير اذا بنكتبها بالفورم السهل يو هي ماينس كي اكس بلس هيدي كلها هي الاي، الاي هي ام ار بلس ان دي. فبهالشكل بنقدر نبرهن انه نقدر نوصل للريفرنس اللي بدنا اياها، نقدر نوصل للريفرنس اللي بدنا اياها اذا حطينا الاي بهيدا الشكل. فاذا بس هيدي اكيد بشرط الريفرنس والديستربنس يكونوا كونستنت. فاذا الريفرنس بندخلها على الجين ماتريكس ام تعطيني والديستربنس بندخلها عبر الجين ماتريكس ان نجمعهم وهون عندنا السيستم والستيت الاكس عبر الجين ماتريكس كي بنعمل
هون ماينس فبتطلع اليو هي ماينس كي اكس بلس ام ار بلس ان دي. هلا اكيد اذا ال disturbance والstate مش معروفين بنعملهم estimation مثل ما حكينا بالبارت اللي قبل اللي هي design of control systems of self. اوكي فبنعمل estimation. نحن بنكون هون بحالة اللي حكينا عنها انه ال disturbance is constant, يعني بهيدي الحالة نقدر نعمل augmented system, نعمل estimation الx والd ونطبق الكنترول بالشكل اللي حكينا عليه, يعني مثل ما حكينا هون exactly, بس منزيد على الكنترول part الE اللي هون نحن already أخذنا بعين الاعتبار بهيدي الks هي الn, يعني إذا كان constant بيكون الks هي n, فبيبقى في عنا الترم اللي منزيده هو mr محل الE, فبيكون عملنا control للسيستم للحال. يعني إذا ما كنا بنعرفهم للديستربنس ولا للإكس. طيب بالديسكريت تايم نفس الكونسبت, بس الفرق إنه بالستدي ستيت بنصير بالستدي ستيت نحن بالديسكريت تايم لما الإكس أوف كي بلس 1 بتصير بتساوي إكس أوف كي, يعني بعاش يتغير الإكس, نوصل لفاليو ثابتة من الإكس, مش الديريفاتيف زيرو, فيش ديريفاتيف بالديسكريت تايم. فلما تصير الـ xk plus 1 بتساوي الـ xk بتساوي infinity, يعني الـ x ما عادش عم تتغير, معناتها صرنا بالستاتيستيك. نحن الـ objective انه نوصل للـ y of k هي r, فنفس الفورم عادة الـ u of k هي minus kx plus mr plus nd, نفس الكونسبت. إذا اشتغلنا بالـ equation نوصل انه الـ u of k بدها تكون بهيدا الفورم minus kx plus mr plus nd, الـ m هي الزرقاء اللي هون والـ n هي هيدي الـ شو اسمه شو بتكون شوية اورنج على زهر عشان بعرفني شو هو. اوكي الان هي هيدي الماتريكس الثاني. فاذا عمليا بنحصل على الماتريكس اللي بدنا اياه, نحن بنقدر نخلي السيستم يلحق ديزاير اوتبوت وايل ريجكتنج ذا ديستربنس, اذا كان اكيد عم نحكي هون عن كونستانت ريفرنس اند ديستربنس. فبيطلعوا هول هن الماتريكس ام, اكيد هول الماتريكس مش مطلوب منكم تحفظوهم, مطلوب تفهموا الكونسبت. عادة هول إذا شيء نعطيكم إياهن بالإكزام بالفورمولا شيت, سواء بالكونتينيوس أو بالديسكريت نينات. طيب هيدي إذا كان عندنا constant reference disturbance. Another approach to make the reference tracking, حتى إذا كان السيستم إذا بدكم منه ضروري يكون constant 100%, بس إنه هي إنه نستخدم الانتجرال كنترول. وشو قصدنا هون بالانتجرال كنترول؟ قصدنا إنه منزيد نحنا state على السيستم, هيدي ال state هي الانتجرال لل error between the reference and the output. أوكي فإذا منعرف أي certain variable, في ناس بيسمون xi يعني state للانتجريتر, في ناس بيسمون مثلا زتا او xi اللي بدكم اياها, هي الانتجرال للايرور بالسيستم. يعني مثل الكونسبت لما كنا نشتغل احنا بالبي اي دي سيستم اتسترا, نزيد انتجرال كنترول فور ستيتس لحتى نحسن البرفورمانس بالستدي ستيت, هون نفس الكونسبت. فاذا إذا بالبلوك دياجرام هيدي هي, فإذا هيدا هو البلوك دياجرام عادة للسيستم العادي. أوكي يو إز عندنا الـ A والـ B والـ C matrix, هيدا هو البلوك دياجرام للسيستم العادي. بنزيد minus KX هيها الترم اللي تحت, وهون بناخد الـ Y نعمل comparison بين الـ R والـ Y using this block this sum block, ومندخلها على error ومضروبة بـ certain gain KI. فعمليا بصير عنا نحن الانتجرال كنترول. فاذا بنكون عم نعمل انتجرال كنترول, هدف الانتجرال كنترول مثل ما قلنا يلحق يخلي السيستم تو تراك ذا ريفرنس. طيب اذا السيستم هلا صار عنا, اذا اخذنا هيدي الستيت فاريبل انتجرال عملنا لها ديريفاتيف, ديريفاتيف لها هي عباره عن r ماينس y, وبالتالي هلا اذا كتبنا سيستم فينا نكتب الاكس دوت از ايكوال اي اكس بلس بي بلس بي برايم دي, والواي از ايكوال سي اكس, وزدنا الترم اللي هو الانتجرال ترم اللي هو الاكس اي دوت از ايكوال ار ماينس واي بتساوي ار ماينس سي اكس.
فلا نكتب control law of the form u is equal minus kx plus ki psi. فإذا صار depend على x depend على هيدا psi. فإذا هيدا هو الترم الـ e مثل ما نشوف minus kx plus a اللي كنا نحكيه. طيب هلا السؤال كيف نطلع الـ ki. فإذا نعمل we construct, إذا بتلاحظوا هيدا الترم هيدا الترم هيدا فيهم derivative. فإذا فينا نعمل construction ل أو شيء بنسميه augmented plant model, بنكبر الموديل augmented model. فإذا بناخذ السيستم x dot و xi dot is equal a 0 minus c, بنكتب يعني الايكويشن اللي كان عندنا اياه هون, هول الايكويشنز بنكتبهم in the matrix form بالشكل اللي عندنا اياه هون. اوكي بتلاحظوا ببين عندنا ال d وال r هون كمان ك inputs, هون u of t كمان اكيد ال u بتضل والواي بتصير بهذا الشكل. فاذا هيدا اللي عندنا اياه صار اسمه الاوجمانتد سيستم. وبنعرف هو الاكس اي والواي اي واليو اي والكساي اي هي هن الايرورز على بتوين ذا فاليوز اللي عندنا اياه هون والفاينل فاليو. فاذا فينا نخفف لما نعمل شويه كالكوليشن نوصل انه الاوجمانتد بلانت موديل بصير بهيدا الفورم, بهيدا الفورم. فاذا بنعمل اذا بدكم هيك تشينج اوف فاريبل صغير انه بننقص من كل فاليو الستيدي ستيت فاليو تاعيتها. اوكي فهيك يعني الاكوليبريوم بوينت تاعيتها. فبصير عندنا هيدي الستيت ايكويشن, وبالتالي لما نعمل هول الديفرنس بيطيروا الفاليوز اللي فيه هون الدي والار, لانه اذا كانوا كونستانت هيدا الترم كله بيطير. يبقى في عنا هول الترمز اللي معنا اياهم هون, وبالتالي صار عنا هيدا augmented system. فينا نطبق الكنترول بهيدا الشكل U, ال U E هو minus K X E of T plus K I Psi E of T. فإذا منعرف augmented system X A هو عبارة عن هول اثنان states, وبعدين state space representation بتصير هيك as a function of X A, وكل matrix هني هول هيدا الشكل اللي قلن, والكنترول فينا نكتبه بهالفورم with ka هي k minus ki. فالclosed loop dynamics بتصير بهيدا الشكل, وفينا نتحكم بالسيستم باستخدام البول بليسمنت او ال LQR. ال LQR اللي حنشوفه بالشابتر الجاي يعني ال optimal control نحكي عنه بعدين. فاذا باي طريقة فينا نتحكم صرنا بالسيستم ما في اي مشكل, يا اما بهاي يا اما بهاي. خلص صارت قصة بقى نطلع الجين, رجعنا للسيستم العادي الكونسبت العادي للسيستم. فإذا صار فينا نتحكم بالـ KA بالطريقة اللي بنعرف. فبهالشكل بنكون عم نشتغل عم نخلي السيستم يلحق أي reference using integral control. بالـ discrete time الكونسبت شبيه, الكونسبت شبيه, بس الـ integral بصير هيدي هي الـ equation لإله بالـ discrete time. يعني هو الانتجرال الستيت بتساوي الباست فاليو اوف ذا انتجرال بلس ذا نيو ايرور. الانتجرال عباره عن سميشن. فاذا عمليا هي بالديسكريت فورم الانتجرال هي هيك تنكتب, انه بالريكرسيف فورم يعني الانتجرال هي الفاليو اللي قبل بنزيد عليها الايرور الحاليه بتصير هي الانتجرال للايرور. وبنشتغل بنفس الايكويشنز لحتى نفس الفورم ونكمل بنفس الطريقه. فإذا نفس الكونسبت بالديسكريت تايم, بس بيفرق الديفينيشن اوف ذا فاريبل, يعني بتفرق شوي بالماتريس هون بالكالكوليشن الماتريس, بس باقي ما تبقى الكونسبت هو زد. طيب اخر بار بدنا نحكي عنه, اوكي وات اف ذا ديستربنس اند ريفرنس ار نوت كونستانت, منن كونستانت بس عندنا الموديل لهم. شو يعني قصدنا عنا الموديل لألون؟ يعني مثلا الموديل بينكتب بهالفورم x dot is equal ax والy is equal cx. خلينا ناخد some example of models. إذا أخذنا نفترض عنا a constant disturbance مثلا, يعني d dot is equal to 0 أو d dot is equal 0 dt اللي هي 0. فينا نكتب السيستم بالشكل اللي بدنا إياه, يعني هيدي سهلة. تاني example of model إذا كان عنا constant reference أو ramp reference. ramp reference يعني تجي بهالشكل line عم تكبر as a line. طيب
الرامب ريفرنس نحن بنعرف اذا رامب لاين يعني الديريفاتيف لها بيطلع هو السلوب لللاين، يعني الديريفاتيف للواي ار اللي هي الريفرنس اللي احنا عندنا اياها هون اعتبروا هذه هي الواي ار، الديريفاتيف لها هي الفي ار الفيلوسيتي، يعني انا ما ضروري الفيلوسيتي بمعنى الفيلوسيتي الحرف للثاني بس انه هي السلوب لهيدا اللاين. فاذا كانت الواي ار بوزيشن يعني الديريفاتيف لها هو الفيلوسيتي اللي هي بتكون فيلوسيتي لانه بوزيشن، واذا مش اذا مش اذا مش الواي مانا بوزيشن ما ضروري الفيلوسيتي بمعنى الحرف هي سلوب. طيب فالديريفاتيف للفي ار هي كونستانت، الفي ار هي كونستانت يعني فالديريفاتيف لها هو زيرو. فاذا فيها اقول انه فاذا الرامب ريفرنس صار عنده هول التو ايكويشن الواي دوت از ايكوال تو في ار والفي ار از ايكوال تو زيرو، في اكتبها بالستيت ريبريزنتيشن بهذا الشكل. فاذا هيدا هو الموديل للريفرنس للرامب ريفرنس، اذا عندي الرامب ريفرنس بيكون الموديل اللي قاله هو هيك. اذا كان عندي كونستنت ديستربنس الموديل اللي قاله هو هيك. اوكي اذا كان عندي رامب ريفرنس الموديل اللي قاله هو هيك، هذه الماتريكس A هذه الماتريكس C اتسترا، فاذا صار عندي الريبريزنتيشن. فاذا الاوتبوت اللي بدي اياه هو الواي ار اللي بيساوي واي ار عمليا هون، وهذه هي الايكويشن الماتريكس A. فاذا هيدا قصدنا لما نعمل موديل لل الموديل للديستربنس او للريفرنس، يعني ممكن حتى الديستربنس تكون مثلا رام وبكون نفس الشيء تنعمل لها موديلنج بالطريقه. خلينا ناخذ اكزامبل عندنا سينوزويدال ديستربنس دي از ايكوال دي 0 ساين، فدي هي دي 0 ساين اوميجا 0 تيرا. طيب كيف هنعمل لها موديل لهاي؟ خلينا نعمل ديريفاتيف للدي اوف تي، تطلع معي هي دي برايم اللي هي ماين ماينس او عفوا هون مش سوري ما فيش ماينس اوميجا 0. اوكي فاذا دي دوت هي اوميجا 0 دي 0 كوساين اوميجا 0 تي، ديريفاتيف للساين هي كوساين. نرجع اذا عملنا سكند اوردر ديريفاتيف، اذا سكند اوردر ديريفاتيف بيطلع معنا انه دي دبل برايم از ايكوال ماينس اوميجا 0 سكوير دي 0 ساين اوميجا 0 تي، وبالتالي هيدي هي ما غير الدي الأساسية اللي فوق، فإذا هي ماينس أوميجا زيرو سكوير دي أوف تي، وبالتالي هيدي بقدر أنا أعمل لها ريبريزنتيشن بهيدا الشكل، وبتطلع معي الستيت سبيس هي دي أوفر دي تي هي دي دي برايم، ناخد الستيت هي دي دي برايم، فبتصير دي ديريفاتيف ديريفاتيف للدي دي برايم، يعني دي برايم دي دبل برايم هون عمليا، هيدا الفيكتور هو عبارة عن دي برايم دي دبل برايم يعني. كانوا ديريفاتيف للفيكتور الستيت، فاذا هو 0 1 ديريفاتيف للدي هي دي برايم، والديريفاتيف للدي برايم هي دي دبل برايم اللي هي ماينس اوميجا 0 دي، فاذا بتطلع هي هيك، والدي هي عباره عن دي بهالشكل. فاذا بنكون عملنا ريبريزنتيشن للسينوزويدال ديستربنس اتسترا وغيرها، كل وحده لها فورما. يعني اذا كان عندنا اكسلريشن فنعمل اول اوردر ديريفاتيف، ثاني يعني اذا عندنا مثلا اكسلريشن انبوت يعني بتكون بهيدا الشكل، افترضوا اي اكس سكوير او اي تي سكوير اول ديريفاتيف، فاذا بيعطينا فيلوسيتي بتعطينا لاين بعدين بتعطينا كونستانت، فبدنا نعمل ثلاثه اوردر لنوصل للزيرو، بس بنقدر نعملها ريبريزنتيشن اتسترا. فاذا شو ما كان الفورم عمليا اذا كان عندنا فورم واضح وي كان موديل اذا بدكم ذا ريفرنس اور ذا ديستربنس يوزنج ذا جنرال ايكويشن اللي هي اكس دوت از ايكوال اي اكس والواي از ايكوال سي اكس. ده الشكل اللي بيطلع معنا. اخر شغله هنحكي عنها هي النويز. اذا عندنا نويز على السيستم فبنعتبر شو مكان النويز هو عباره فينا نشبهه لديستربنس اذا بدكم، او كولورد نويز هو، فبكون عباره عن وايت نويز. وايت نويز يعني نويز بيكون بغطي كل فريكوانسي بنفس الشيء، فهذا الموديل اللي قاله سهل. نضربه بأي certain transfer function h of s بيطلع معنا الcolored noise اللي احنا بدنا اياه، شو ما كان النوع النويز اللي عنا اياه. فإذا فيها نقول فيها نعمله representation بهيدا الشكل، يعني اعتبر system عنده الانبوت هو v اللي هو الوايت نويز والاوتبوت هو d، وهيدي هي الترانسفير فانكشن h اللي بتعطينا النويز حسب الفريكوانسي اللي عنا اياه. فإذا الوايت نويز هو نويز بيكون بغطي كل frequency الspectrum لإله as function of frequency بنفس الكمية بنفس القوة بنفس الباور للنويز، بينما الكولر نويز مثلا ممكن يكون نويز بيأثر مثلا ممكن على الهاي فريكوانسي بس، ممكن على اللو فريكوانسي بشكل أقل اتسترا، عنده سبيكتروم معين از فانكشن اوف ذا فريكوانسي، وبالتالي عنده اي سيرتن موديل نكتبه بهذا الشكل. فإذا حسب شو نوع النويز
بس انه الانبوت له هو عباره عن وايت نويز والاوتبوت له هو الدي اللي نحن بدنا اياها بالسيستم. فاذا هلا صار فينا حي الله سيستم على بالديسكريت دومين نفس الكونسبت بدنا نحكي على المودلز. اذا عندنا كونستنت ديستربنس بيكون عندنا دي كي بلس 1 از ايكوال دي كي. اذا كان عندنا رام بريفرنس فيكم تبرهنوها وتطلع معنا هيك لانه الرام اذا طلعتوا ايكويشن لللاين مثلا حسب السلوب اللي هي الفي ار وبتشوفوا في الفاليو قديش كانت قديش صارت بعد فاليو تي بيطلع معكم الايكويشن يعني فيكم تطلعوهم والرام. اذا عندنا سينوزويدال كمان يو كان بروف ات بس بتطلع معنا بهيدا الشكل. اوكي بتطلع معنا بهيدا الشكل. فهيدا هو الموديل عادة كمان اذا كان ديستربنس موديل بشكل معين. طيب كيف نستفيد منهم هلا؟ اذا اعتبرنا في عندنا سيستم هيدا السيستم عنده x dot is equal a x plus b وفي عندنا ديستربنس acting عليه b prime dt وعندنا نويز كمان عليه. اوكي عندنا الريفرنس موديل وعندنا الديستربنس موديل والنويز موديل اذا بدكم اللي هو داخل اذا بدكم بقلب الديستربنس فيكم داخل. طيب فاذا عندنا السيستم وعندنا الريفرنس موديل وعندنا الديستربنس موديل كيف بدنا نتحكم بالسيستم تو تراك ذا ريفرنس موديل اند تو ريجكت ذا ديستربنس. طيب وي كونستراكت بيزد على هيدا السيستم وي كونستراكت ذا اوجمانتد سيستم. يعني ناخد هلا الاوجمانتد سيستم اللي هو في بقلبه الاكس يعني الستيت فاريبل في بقلبه الاكس والاكس ار والاكس دي الار فور ريفرنس دي فور ديستربنس. فاذا بهالشكل بصير عندنا هيدي النيو ستيت فاريبل هيدا هو الاوجمانتد سيستم. اوكي طيب فبنكتب الماتريسز مثل ما معنا اياهم هون. اوكي فاذا الاي اي ار اي دي اللي هن الماتريسز الايز بثلاثه. هلا هون بما انه الاكس دوت في بقلبه البي برايم دي والدي هو سي دي اكس دي. اوكي يعني اذا بدكم ففي اقول بي برايم سي دي هون هيدي بتصير اكس دي هيدا الترم اللي هون. طيب واتسترا ومنكمل فنكتب الماتريكس بهيدا الفورم. طيب ومنعرف الاوتبوت للسيستم هو السيستم اوتبوت ايرور يعني الفرق بين الاوتبوت الريل والواي والريفرنس. هيدا بنعرف عنه هو الاوتبوت سيستم الاوتبوت للسيستم هو الديفرنس بين واي والواي ار اللي بدنا نتحكم فيه يكون زيرو يعني معناته. فكمان اذا بنعمل ريبريزنتيشن الواي هي سي اكس والواي ار هي سي ار اكس ار مثل ما شايفين هون الواي ار هي سي ار اكس ار. فاذا بتصير سي ماينس سي ار بهالشكل. طيب فاذا هيدا السيستم فين هو عباره عن سيستم بهيدا الشكل هو اوجمانتد سيستم بشكل الاكس الكابيتال اكس هو عباره عن الفيكتور اللي هو اكس اكس ار واكس دي. طيب فاذا هول الماتريسز حنسميهم نحن اللي فوق الحب الاحمر A اللي تحت هي الاي اس واللي تحت هي هيدي السي اس. فاذا هول هن اللي لهم علاقه بالريفرنس والديستربنس الاثنين يعني. فهنعرف هول الماتريس. هلا فينا نعمل وي كان ابلاي ذا كنترول سيستم يو از ايكوال ماينس كي كي ار كي دي اكس اكس ار اكس دي مثل العادي يعني ماينس كي اكس اي. يعني هون اذا هيدي بتعملوا لها اكسباند بتصير عمليا ماينس كي اكس ماينس كي ار اكس ار ماينس كي دي اكس دي. يعني عمليا اذا جينا اخذناهم هول هيدي مثل كانوا عم يقولوا بلس اي وشبيهه اذا بدكم بحاله الكونستنت يعني ريفرنس وديستربنس كانت هونيك بيكونوا هول ماتريكس ان ام وان جين الجينز ام وان. anyway فاذا هلا السمبليفايد موديل اذا اخذنا بعين الاعتبار الاي والاي اس والسي اس بهالشكل بصير بهذا الفورم. يعني الاكس اكس دوت اس از ايكوال اكس اس الاي اس اكس اس هيدا هو الموديل لاثنين الديستربنس والريفرنس جمعناهم مع بعض يعني. طيب فاذا صار هيدا هو السمبليفايد موديل. طيب هلا هيدا السمبليفايد موديل حنعتبر انه هو كنترولبل اند اوبزرفبل لانه اذا مش كنترول اوبزرفبل حنفوت بكومبليكيشن زياده. حنعتبر هلا انه كنترولبل اوبزرفبل. السؤال كيف بدنا نتحكم بالسيستم لحتى نلحق الريفرنس اللي بدنا اياها ونعمل ريجكشن للديستورب. طيب
فإذا بالكلوزد لوب السيستم بعد ما ندخل الكنترول اللي حكيناه اللي هو هيدا او اللي هو بيساوي ماينس كي اكس ماينس ماينس كي كي اس اكس اكس اس يعني ماينس كي اكس ماينس كي اس اكس اس بصير معنا هيدا هو الكلوزد لوب سيستم. طيب الجين كي سهل فينا نطلعه بالبول بليسمنت او يوزنج اوبتيمال كنترول، بس الكي اس كيف بدنا نطلعه؟ كيف بدنا نطلع الكي اس؟ طيب هلا بنحكي بالسلايد اللي بعده كيف بدنا نطلع الكي اس. طيب اذا بنطلع هون اي ماينس بي كي اس، فاذا هون هيدا الترم هو بخلينا انه الريليشن بين اكس دوت والاكس اس، يعني كيف عم بتاثر الدايناميك للرفرنس ولا الديستربنس على الدايناميكس الاكس دوت. يعني بمعنى تاني انه اذا حطينا لنا كي اس بشكل هيدا الترم يصفر، اوكي بصير بطل موجود، معناتها الداينامكس للاكس دوت داينامكس للستيت اللي انا بدي اياه بتصير ما لها علاقه بالداينامكس للديستربنس والرفرنس. وهيدا شيء ممتاز، يعني انا بكون عم افصل الداينامكس للاكس من الداينامكس للديستربنس والرفرنس، يعني انا عم خلي السيستم يوصل للديزاير اللي انا بدي اياه بشكل اندبندنت من الديستربنس، وهذا شيء ممتاز. فاذا الكي اس بدنا نحاول نعمل لها هلا ديزاين بفكره انه خلينا نسفر هيدا الترم، اوكي. فاذا هيدي هي الفكره انه the gain ks can be chosen بشكل error does not depend on xs او حتى الستيت اذا بدك. طيب فاذا في عنا كذا solution، اول solution is a cs0 هون هيدي cs هون 0 حتى ال y ما does not depend، وال e minus bks هن 0، يعني فينا نلاقي ks بشكل e minus bks هن 0 و cs0 هون بشكل لا ال error depend على xs ولا ال الستيت ديبندز على الاكس اس، فبالتالي الواي از اندبندنت اوف اكس اس. وفينا نقول انه اكس بصير السيستم هو اكس دوت از ايكوال اي ماينس بي كي اكس واي از ايكوال سي اكس، يعني عمليا الداينامكس هو الداينامكس الاساسيه اللي بنعرفها، وبالتالي الايرور از جو تو زيرو فور اني اكس تي اوف زيرو، يعني الاكس اوف تي جوز تو زيرو والواي تيلد اللي هي الايرور جوز تو زيرو، معناتها الواي جوز تو ذا ريفرنس واي ار، فبنكون حققنا اللي بدنا اياه. يعني عمليا اذا بنقدر نلاقي هيدا الجين بالشكل اي ماينس بي كي اس بيساوي زيرو بكون ممتاز. طيب تاني كيس، اذا هيدا الحق مش محققه، بنعمل تشينج اوف فاريبل اكس از ايكوال اكس برايم بلس تي اكس اس. لما نشتغل بهيدا تشينج اوف فاريبل، يعني الاكس برايم اكس دوت برايم هي x دوت ماينس تي x دوت s، فاذا بندخلها بالاكويشن ال x دوت هي a ماينس b kx بلس e ماينس b ks xs من اول اكويشن اللي عنا اياه هون، يعني اذا طلعتوا اول لاين هيدي هي بلس bu، فاذا بنشتغل هيك وبيرجع عنا ماينس تي as xs، هيدا الترم اللي هو له علاقه بهاي. فاذا الاكس دوت اس هي اي اس اكس اس بالنهايه، هيا مثل ما قلنا هون، هيا الاكس اس دوت هي اي اس اكس اس بكل بساطه، يعني هو الاكس هيدي الاي اس. طيب فاذا صارت معنا هيدي الايكويشن، في عندنا ترم هون اي اس هون ترم اي اس اكس اس سوري، إذا جمعنا الترمز وشوية كالكوليشن، يعني محل x dot حطينا x prime plus txs، اشتغلنا شوية كالكوليشن، فإذا بنصير إنه x dot prime هي a minus bk x prime plus etc، كل هاي مطلوب xs، والy tilde هي cx، يعني cx prime plus txs هون plus cxs xx، بتصير بهيدا الشكل. فإذا الإيكويشن فيكم تشتغلوا منها تأكدوا من فيها، بس الفكرة شو هي؟ إذا بنقدر نلاقي T اللي هي هيدي الماتريكس ترانسفورميشن ماتريكس بشكل الترم اللي هون على X برايم هو زيرو، أوكي ده الترم كله، وكمان هيدا الترم اللي هون هو زيرو،
فهيك بنكون عم نفصل ال x prime وال y عن ال disturbance وعن ال xs, وبالتالي عم نفصل ال dynamics لل error ولل x ولل x prime من عن ال error لل x عن ال xs, وبالتالي بنحصل على هيدا السيستم اللي هو شبيه لهونيك. وبالتالي هيدا السيستم بيعطينا ان الاكس برايم هي جوز تو 0 والواي تيلد جوز تو 0, وبالتالي حققنا اللي بدنا اياهن فور اني انيشال كونديشن. فاذا بهالشكل بنكون عملنا ديزاين للسيرفو سيستمز. فاذا اذا بدنا نعمل شويه سمري او اللي حكيناه, فإذا we have to apply a feedback to the system. ال K منقيها by pole placement أو LQR, وال KS منقيها لتحقق الأشياء اللي حكيناها قبل شوي, هول التو الكونديشن اللي حكينا عنها قبل شوي, وبنحصل على هيدا الكنترول اللي بيقلنا إنه الرفرنس ناخدها نضربها ب KR, هيدا بسموه feed forward time. أوكي, feed forward time يعني بمعنى ال reference is fed forward to the input. هيدا بسموه الفيدباك تايم, وهيدا كمان ممكن يسموه disturbance كمان feed forward تايم احيان, for compensation of the disturbance, واحدة for the reference. وبالتالي بنكون عم نتحكم بالسيستم. فانا disturbance بندخلها بالK matrix. ال R usually بنعرفها, بنعرف شو الريفرنس اللي بدنا, يعني انا بدي امشي بسرعه 100 بعرف ال100, بدي احط بدي اسخن الحراره لدرجه 200 بعرف الحراره اتسترا. الديستربنس اذا ما بعرفها بدي اعملها استيميشن بالطريقه اللي حكيناها بالبارت بالاستيميشن لما حكيناها بالسكشن اللي قبل, وبندخل يعني موضوع الاستيميتر. والاكس اذا ما بنعرفها كمان بنعملها استيميشن. فاذا هول التو تيرمز بنعملهم الاستيميشن اذا ما بنعرفهم باستخدام الاوجمانتد سيستم اللي حكيناه بهديك البارت. وبهالشكل بنكون عم ناخد بعين الاعتبار كل هول الكومبوننتس. فهيدي هي. فاذا رجعنا بس لبارت الديزاين, فاذا بدنا ناخد الديستربنس بدنا نعمل استيميشن للديستربنس. نحن هون عنا الموديل للديستربنس فبنستعمل هيدي الطريقه. اوكي, فالكنترول بيكون على الطريقه اللي حكيناها بالاخير, بس ستيت هي بنعمل استيميشن بيزد على هيدي الابروتش. فبهالشكل بنكون عم نعمل ديزاين استيميشن. فاذا هيدي هي فكره الكنترول ستيت سبيس كنترول. عملنا كفرنج لكل البارت. بالشابتر اللي بعد حنحكي شوي على الاوبتيمال كنترول, ال كيو ار كنترول, وبنخلص اللي حنشوفه بعد الشابتر. بحكي لكم كلمتين على موضوع الكالمان فلتر, شو المقصد فيه اللي هو على الاوبتيمال اوبسرفر, هي طريقة من طرق الأوبسيرفر, ومنخلص يعني. بعد في عنا بس شابتر صغير مش كتير كبير, بس هذه هي الفكرة. فإذا to summarize بالأخير, السيستم بالستيت فيدباك متحكم فيه بيو is equal minus kx. هيدي الماينس كي اكس بتخلينا نتحكم بالسيستم. يعني إذا شلنا كل هيدي البارت اللي هون, هيدي البارت اللي هون شلناها كلها هول, خلينا بس البارت الجوانية اللي مش مشحوطة, فهيك بنتحكم بالواي بالواي بشكل تروح للزيرو. اوكي, اذا كل شيء كان منيح واشتغلنا بشكل مظبوط. طيب اذا بدناش الواي تروح, بدنا الواي تروح لرفرنس معين انا بدي اياها, فاذا بدي اضطر شيل هول الايرورز كل هول, بدي زيد هول التيرمز. فهول التيرمز حسب اذا كونستنت في طريقه لنحسبهم, اذا مش كونستنت اذا عندهم مود في طريقه لنحسبهم اتسترا. وبنخلي براسنا انه اذا الاكس ما معنا اياه كله, وهي usually it's the case, والديستربنس معنا اياه, بقى نعمل لهم استيميشن بالطرق اللي حكيناها. فاذا هيدا هو الملخص لهلا بالنسبه لكل شيء. اكيد بالنسبه للبول بليسمنت, لما احكي بول بليسمنت حكينا على كيف بنحسب البول بليسمنت, هي نفس الطريقه على طول. بننقل بولز ديزاير بولز, وبعدين بنحسب الجين باستخدام اي طريقه ما حكيناها, يا اما دايركت سبستيوشن, يا اما اكرمان, يا اما باسكورا اتسترا. طيب هيك نكون خلصنا الشابتر, يعطيكم العافية, ونشوفكم إن شاء الله الجمعة بالصف.